عبد الكريم كرقال انسان مستثمر ومستثمر بقوه وجاي من سطيف وجاي لهنا عمر الباصه هذه هاك شوف محصول ربي يبارك ربي يعطيه الصحه ربي يعاونه وراه قمع ربي يبارك خيرات السنه راه بدايه تاعو الاول هو بدر في 2020 دار تجربه تاع القمح ربي يبارك هاي طيب 60 و70 قطار وقال ربي ان شاء الله راني نلحق ال 120 في القطار وقمح ربي يبارك جاي ودار السجور وان شاء الله راح يدير السجور الفاكهه ودار النخيل والقمح ربي يبارك راك تشوف خير والبركه دار الشعير دار القمح دور القمح تشوف ربي يبارك ربي يعطيه الصحه ان شاء الله ربي يعاونه وخير كبير ومزيد ان شاء الله ربي يعطينا الفلاحين وربي يعطينا المستثمرين اللي يخدموا الارض ربي يعاونهم والسلام عليكم.